ضد المؤسسة. ترامب الآن ضد الإعلام، الإعلام الكلاسيكي، سي ان ان، الاي بي سي، سي ام بي سي، وكل نيويورك تايمز وواشنطن بوست، حتى النيويوركر وبوليتيك اللي هي محسوبة على المحافظين، وجزء من فوكس نيوز، مش كلها طبعا، فوكس نيوز معاه. دي ماكينة جبارة، ماكينة جبارة، عنده صدام مع أجهزة الأمن، 17 جهاز عنده صدام معهم، عنده صدام مع كاتيجوريز كتيرة داخل المجتمع. فأنت بتشوف إنه ده كله ممكن يتصلح لما تقوم معركة خارجية. نعم حقيقة، يعني أنا بحجم مسألة القدس ولا مع عدو تاني أكبر؟ إيه بقى؟ موضوع القدس هذا موضوع من أخطر المواضيع، هو بيلعب بالنار. ليه بقى؟ لأنه قضية بيت المقدس وقضية المسجد الأقصى قضية حتى الآن الأمة لم تتحرك فيها، حتى الآن لم تتحرك فيها. وبالتالي إذا في حالة الاحتقان اللي موجودة بعد فشل الربيع العربي في موجة الأولى، لأنه حقيقة لابد أن نعترف على أن الربيع العربي في موجة الأولى فشل واللي أفشل جزء منها كبير جدا داخلي وجزء خارجي في هذا الأمر وفي هذا الموضوع. الآن قد تكون هذه هي الشرارة التي توجد الموجة الثانية للربيع العربي. واسمح لي هنا يعني نقطة مهمة أن المشاهد ينتبه إليها، في علم اسمه علم الثورات، الأدبيات في علم الثورات تتكلم، أنا أتكلم عن الثورات بمعنى التغيير الجذري، ليس الثورات الناعمة، ليست ثورات الياسمين، ليست ثورات الورود، أنا أتكلم عن الثورات اللي بنسميها راديكال تشينج. هذه الراديكال تشينج عندما تحدث تعمل عملية تغيير كامل. أدب الثورات تغيير الجذري هذه تقول أن الموجة الأولى عادة من هذه الثورات التي تؤدي للتغيير في الغالب الأعم تفشل، والثورات المضادة في الغالب الأعم تنجح. في الموجة الثانية الكرة بقى في الغالب الأعم، أنا أتكلم عن أدبيات تعتبر شبه عالمية، في الموجة الثانية في الغالب الأعم تنجح والثورة المضادة في الغالب الأعم تفشل. وبالتالي فأنت تعتبر حضرتك أنه ممكن موضوع نقل السفارة يكون شرارة إحياء أو ريجنيشن زي ما بيقولوا لمسألة إعادة إشعال الثورة؟ لا أستبعد، وإذا ربطت أنا بنظرية عندي في الجيوبوليتكس خاصة اسمها نظرية دوائر البركة لبيت المقدس، أن من هذا المركز قد تكون الشرارة. يعني ما الذي حرك الربيع العربي حقيقة؟ لو عدنا إليه هي القضية الفلسطينية، هي هذا المشروع الاستعماري الذي أوجد في الأرض المباركة المقدسة، وبالتالي هذا أعطى وقود للشعوب أن يتحركوا.